مثلا بالدبليو 3 سكول طبعا في كثير توتوريالز مش شرط بالدبليو 3 سكول بتعلمك كيف ترسم من خلال الكانفاس. مثلا بالكانفاس اللي هون عامل اكزامبل عمل عمليه رسم بسيطه، احنا راح ننقل الكود ونعدله بالطريقه اللي بتناسبنا. طبعا هو احنا ايش اسم الكونتكست تاعنا؟ اسمه كونتكست، اسم الكونتكست اللي بنرسم من خلال الكونتكست. اللي بالاكزامبل هو مستخدم اسمه سي تي اكس، فبس بنعدل اسم مثلا اسم الفاريبل. ايش يعني الفيل ستايل والستروك ستايل؟ بال HTML لما ترسم في عندي طريقتين تو ستايل بالرسم. في الستروك، الستروك انك وكانك بترسم اوت لاين خطوط. مثلا لو اعمل ستروك لريكتانجل ايش راح يرسم لي؟ اربع خطوط بتكون ايش؟ ريكتانجل. الفيل ايش راح يرسم لي؟ راح يرسم لي ريكتانجل مليان بداخله لون. راح نجرب الطريقتين. طبعا الشيء الثاني اللي عندنا اللي هو بسموه الفيل ستايل، هو نفس الستايل الالوان اللي استخدمناه بالابلكيشن اللي معنا. بالابلكيشن ايش اخترنا اللون تاع الكانفاس؟ ريد. كتبناه عباره عن ايش؟ عن نيم بس اسمه ريد. طبعا هو بتوفر لي اكثر من طريقه لحتى اقدر اكتب فيها الالوان. منها الطريقه اللي هون مثلا بستعمل هيكسا ديسيمال نمبرز. ايش يعني هيكسا ديسيمال نمبرز؟ اللي يعني كل رقمين بدلن على لون. فعليا اللون الموجود حاليا هو اللون الاحمر. FF يعني الاحمر عباره عن FF يعني 255. الجرين 0 والريد 0. الطريقة الأريح لك للتعامل معها إذا أنك ما بتحب تتعامل مع الهكساديسيمال نمبر تستخدم الـ RGB. فالـ RGB إحنا بدنا نحط مثلا لون أخضر، بدنا نرسم يعني بس تكبس على الشاشة نرسم مربع أخضر بالمنتصف الشاشة. هاي الابعاد تحت الريكتانجل اللي انا بدي ارسمه. طبعا كيف ممكن انت تستفيد من الريكتانجل او من عمليه الرسم؟ بعد شوي راح نحدد المكان اللي ممكن انت تعمل عليه التاتش على الشاشه، فبامكانك من خلاله انت ترسم على الساعه او تعمل انيميشن على الساعه. يعني احنا حاليا رسمنا بفيكست بارقام ثابته، مثلا انا عارف شو الارقام اللي بدي ارسم فيها، بس ممكن احدد الارقام بناء على التاتش اللي انا عملته على الشاشه. راح ناخذ بعد الاكزامبل اللي بعده انا كيف احدد وين التاتش تمت على الشاشه، باي منطقه بالشاشه. الكل كتب الاكزامبل عنده، يعني انا ايش اللي عملته؟ بس جبت الكود تاع الكانفاس، هو عامل نفس الكود اللي احنا عملناه، جاب الكانفاس ورسم بداخله مربع. الاكزامبل اللي تحته بفرجيني كيف بقدر ارسم خط بال HTML. كيف برسم خط بال HTML؟ 5 بعمل CTX اللي هي موف 2 ولاين 2. موف 2 بتحدد وين النقطة اللي بدي ابلش منها الرسم، ولاين 2 المنطقة اللي بده ينتهي فيها الرسم. بالفيل كيف حددنا اللون؟ من خلال شيء بسموه الفيل ستايل. بس إذا بدي أرسم خط لازم أحدد شيء بسموه الستروك ستايل، هو لون رسم الخط. يعني أنت اللي بلزمك للبيسك أعرف الفيل ستايل والستروك ستايل. واسهل ما يمكن انهم يكونوا عباره عن كلرز عاديه، يعني ريد جرين بلو او ار جي بي فاليو. ممكن يكون باترنز، طبعا ممكن يكون معقد اكثر من هيك. طبعا احنا وين ضفنا الايفنت؟ ضفناه بالمين، لازم تعمل كليك على الشاشه ويعمل عمليه رسم. بس الكل يتأكد انه عمل سيف قبل ما يعمل عملية رن. بالعادة الجافا سكريبت او معظم المكتبات بالجافا سكريبت بتتبع طريقة بسموها الكامل كيس. ايش كامل كيس؟ يعني اول حرف من كل كلمة ثانية بعد الكلمة الاولى بيكون كابيتال، حتى يسهل عليك تقرأ
السترينجز او تفهم معنى الفانكشن. يعني مثلا الفيل ستايل، الفيل كلمه فيل سمول لتر، ستايل كل بيكون حرف الاس كابيتال وباقي الكلمه سمول لتر. لو كلمه، لو جمله او فانكشن مكونه من ثلاث كلمات، الكلمه بدايه الكلمه الثانيه وبدايه الكلمه الثالثه لازم تكون تبلش بحرف كابيتال لتر. معظم الاخطاء اللي انت راح تتفاجئ انك تقع فيها فعليا مش مشاكل لوجيك، مرات كثير بتواجهك مشاكل كتابة، بس بدك تعرف وين المشكلة اللي وقعت معي أو وين المشكلة اللي أنا موجود فيها. طبعا لحتى نساعدكم أكثر، لما أنت تعمل رن للأبليكيشن تاعتك بهمك تعمل عملية ديبج، توقف الكود تاعك بمكان معين وتتأكد إنه كل شيء شغال بشكل صحيح. كيف بدنا نعمل ديبج من خلال السيميوليتر؟ طبعا احنا بنلاحظ لما نشغل الابليكيشن على السيميوليتر سريع جدا. تفضل. بدنا نعطي نقطه مهمه جدا اللي هي لو صارت معي مشكله بالابليكيشن كيف ممكن احل هاي المشكله. يعني انا عملت مثلا، احنا عملنا كود بسيط، واحنا بنحاول بالتوتوريالز نعطي كود بسيط لانه اللوجيك مسؤوليتك انت، اللوجيك انت بتعرف الابليكيشن في بالك وعارف اللوجيك تاعها، ومستحيل نغطي كل اللوجيك، فاحنا بنغطي البيسك ماتيريالز والتولز اللي انت بتحتاجها. عملت الابليكيشن تاعتي، احنا الابليكيشن كانت سيمبل، بس تكبس على الشاشه برسم لي مربع احمر او مربع اخضر. ايش المشكله ممكن تصير معي؟ بكبس على الشاشه ما بطلع مربع. طب وين المشكله؟ كيف بدي اعرف المشكله؟ في نقطه مهمه جدا، النقطه هاي بسموها الديباجينج. كيف اعمل ديباج؟ مين بيعرف الديباجينج بالابليكيشنز؟ ممتاز. الديباجينج طبعا عمليه مهمه جدا، بس ايش اللي بيختلف بالتايزن ديباجينج؟ الديباجينج فيه مش زي اللي بعمله بكود السي او اللي بعمله مثلا على الفيجوال ستوديو. ما بقدر اكتبه داخل الاي دي اي، بدي اكتبه داخل السيميليتر او داخل الايميليتر. فحاليا انا بدي اوقف الابليكيشن عند مرحله الكليك واتبع من هاي النقطه ايش المشكله اللي صارت معي. يعني فلنفترض انا الابلكيشن عندي، ايش المشكله فيها؟ اني كنت عامل على فرض في الريكتانجل الار سمول او مثلا، لا خلينا نعمل الريكتانجل مثلا. يعني على فرض خطا متعمد هو، بس انا بدي اكتشف كيف بدي اكتشف هذا الخطا. بشغل الابليكيشن تاعتي، بعملها رن على السيميليتر، بكبس F12. اللي بتعامل مع الجوجل كروم بيعرف الاف 12 بتعطيك الديباجينج والكونسول. طبعا في عندك اكثر من طريقه، يا اما تعمل سيمبل كونسول مسج او انك تعمل ديباجينج. راح ناخذ الديباجينج وراح ناخذ الكونسول مسج. طبعا انت ممكن اول ما تفتحه بكون فاتح على الاليمنت، انت بتختار السورس لانك بدك تعمل ديباجينج على السورس كود. طبعا انا فاتح لي مباشره على الفايل اللي هو المين دوت جي اس. كيف بحصله؟ بحصله من خلال الدوكيومنت، بفتح على الجي اس. يعني الاستراكشر نفس الاستراكشر اللي انا بنيت فيها الابلكيشن تاعتي، في فولدر اسمه جي اس وفي فولدر اسمه سي اس وفي عندي الاتش تي ام ال. بختار المين دوت جي اس، بعمل بريك بوينت بالكول باك. كيف بعمل بريك بوينت؟ بعمل دبل كليك او كليك واحده بالمكان اللي انا بدي اعمل فيه بريك بوينت. الشيء اللي راح يتم حاليا انه تنفيذ الكود راح يتوقف عند المنطقه هاي، راح يحكي لك انا وصلت للنقطه هاي والان الكود واقف. انت بتعمل كونتينيو وبتكمل تنفيذ الابلكيشن تاعتك. طبعا عمليه الديباجينج من اهم العمليات بالبرمجه، يعني بدون ديباجينج مستحيل الابلكيشن راح تشتغل معك من اول مره مهما كنت مبرمج محترف، والا تقع بكثير اخطاء. الديباجينج بتسهل عليك عمليه ديتكشن لهي الاخطاء، لانه بالمعظم مشاكل المبرمجين ما بتكون، احيانا كثيره ما بتكون باللوجيك، خصوصا المبرمجين الجداد. بكون عارف اللوجيك وعارف الشيء اللي بده يعمله، بس بكون الخطا ممكن سينتاكس ايرور او انه كاتب شيء خطا او ناسي فاصله. بالطريقه هاي انت بتقدر تعمل ديتكت لكل المشاكل الموجوده عندك.
طبعا نحاول نفتح الشاشتين مع بعض ونصعد. مش مشكلة، احنا نحاول نعمل كليك على الويندو. بس عملنا كليك على الويندو، ايش عمل الديباج؟ وقف بالنقطة اللي انا حددت فيها البريك بوينت تاعتي. طبعا حاليا بدنا نعمل ستيب ستيب. بنلاحظ انه عرف الكانفاس اوبجكت وعرف الكونتكست اوبجكت. ايش انا بستفيد من هاي المنطقة؟ مرة ثانية، اللي فتح الايميليتر بالبداية بيكون فاتح على الاليمنت، انت بتختار السورسز. طبعا انا عملت الستيب، اتحركت تو ستيبس بتنفيذ الابليكيشن. حاليا انا ايش اللي استفدت؟ استفدت اني عرفت انه انا حصلت على الكانفاس صح وحصلت على الكونتكست صح. فاذا كان في عندي خطأ بالابليكيشن بده يكون بالمنطقة المتبقية. طبعا مرة ثانية، كيف عملنا الطريقة؟ احنا يعني بنعيد من البداية. عملت رن للابليكيشن تاعتي على السيميليتر، رن از سيميليتر. طبعا السيميليتر بالديباجينج ما بتشوف سيميليتر. لما تعمل ديباج ما بتشوف سيميليتر، لانه المنطق انك بتعمل ديباج من جوا السيميليتر. بكبس F12 تظهر لي هاي الشاشة. في البداية ما بيكون فاتح فيها شيء، بتظهر لي هاي الشاشة. بختار ريسورسز، بعد بختار ريسورسز بفتح الدوكيومنت نفس الاستراكشر اللي البروجكت تاعي مبني فيها. بفتح دوكيومنت وبفتح الفولدر، بفتح الجي اس وبفتح الجي اس فايل تاعي. بعمل بريك بوينت بالمنطقة اللي انا بدي اياها. بعدها برجع على الابلكيشن بعمل عملية كليك لحتى اعمل تريجر للديباج ايفنتس. عملت كليك، عمل بريك بوينت بالمنطقة اللي انا بدي اياها. الطريقة السهلة انك تستعمل لوج مسجز. يعني مثلا انا بدي اعرف انه تمت عملية الكليك على الشاشة او انه تحرك البازل. كيف ممكن اعمل ديتكت بدون ما اعمل عملية هاي؟ لانه عملية الديباجينج بالعادة بتاخذ شوية وقت. الطريقة الأسهل إني أعمل لوج مسجز. طبعاً قبل اللوج مسجز إحنا عدلنا الكود على أساس إنه يظهر معنا إيرور، صحيح؟ بس فعلياً إحنا ما ظهر معنا إيرور لما عملنا ديباجينج. إيش المشكلة؟ المشكلة إنه الستايل تاع الجافا سكريبت. احنا لما كتبنا كانفاس دوت فيل اس تي واي، ايش اللي عمله الجافا سكريبت؟ راح عمل اوبجكت اسمه باراميتر اسمه فيل ستايل وضافه جوا الكانفاس. اذا ما لقاه بيعمل اوبجكت وبضيفه جوا الكانفاس. بهي الطريقه اللي بيشتغل فيها الجافا سكريبت. بس راح تبين معنا هي اكثر على الفانكشنز. اذا الفانكشنز مش موجوده لا ما بيعمل كرييشن، بيعطيك انه في ايرور. اما اذا باراميتر مش موجود ما برجع لك ايرور، بعمل كرييت لهذا الاوبجكت وبضيفه داخل كيف بعمل لوج مسجز؟ اللوج مسجز بسيطه جدا. الطريقه اللي بعملها فيها بختار الاوبجكت اسمه لوج. يعني بعمل التالي لوج دوت، لا عفوا، كونسول دوت لوج، كونسول دوت لوج. مثلا مين كليكت، بعمل عملية رن بسيميليتر. طبعا تسألت قبل شوي عن البريك بوينتس، هو هي محتفظ فيهم.
وشكله بيحتفظ فيهم البريك بوينتس الا لما انت تلغيهم. احنا طبعا بنلغي بدناش بريك بوينتس. طبعا اللوج يعني بامكاني انا حاليا اشغل السيميليتر وكبست على الشاشه ورسم المربع، بعديها كبست اف 12 وفتحت اللوج تاعي بالكونسول لوج. المسج بتكون محفوظه. اخر مسج ايش مكتوب بالكونسول لوج؟ مين كليكت. يعني مش شرط انك تفتح الديباجينج وتتبع، خلص بعد ما انهي برنامج اما انفذ برنامجي بتبع اللوج مسجز وبعرف انا الرن تاعي لوين وصل، لاي مرحله وصل فيها. الكونسول دول موجود بالإيميليتر، بس بالإيميليتر بتحصله من نفس الاس دي كي، يعني بنفس الاس دي كي تظهر لي هون شاشه بسموها شاشه الكونسول، بيكون مكتوب بداخلها اللوج مسجز. بس بالسيميليتر ما بكتب لي اللوج مسجز داخل الاس دي كي لانه هو شغال على ويب بيج مفصوله. الكل حاليا شاف كيف عملنا الكونسول مسجز. طبعا هي زي ما حكينا المواضيع كثيره جدا. انت حاليا بتعرف تكتب برنامج، تعرف تستخدم الكونسول، تعرف تعمل ديباجينج. النقطه الاهم اللي بدنا نعطيكم اياها، طبعا ما راح نقدر نغطي كل شيء، هي عمليه التاتش، التاتش للسكرين. كيف بعمل عمليه ديتكشن للتاتش؟ في عندي اكثر من طريقه. الطريقه الاولى اللي هي عمليه الكليك على الاليمنت. الكليك على الاليمنت شفناها احنا بالمين، يعني نرجع على المين فانكشن. هون المين بالمين بيج ضفنا ايفنت ايش اسمه؟ كليك. الكليك هو ايفنت بسيط ممكن اضيفه على اي ايليمنت. ممكن اضيف بتون وبداخل هذا البتون اضيف ايفنت لعمليه الكليك. وهونك بالكليك لما اضيف الايفنت بهي الطريقه انت بتكتب كليك. يعني اللي بيعرفوا HTML بامكانك تنفذ العمليه باكثر من طريقه. هاي الطريقه الجنرال اللي هي اد ايفنت لسنر. ممكن اجيب الاوبجكت واكتب دوت اون كليك واحدد الكود اللي بدي اياه. بس حاول انك تخلي يعني اقل شيء انه الابلكيشن تاعتك معتمده على ستايل واحد. ستايلك انت يعني كيف ستايلك بالكتابه، خلي كل ابلكيشن معتمد على ستايل. يعني هو بالنهايه انت يعني الهاكاثون صح مهم جدا وحلو انك تعمل ابلكيشن، بس بالنهايه المهم انك انت تستفيد. يعني المعلومات هاي راح تستفيد فيها بعد ما تخلص. وفعليا معظم السيستمز حاليا بتعتمد على الويب ديفلوبمنت. يعني بالويب ديفلوبمنت ما بفيدك بس بالتايزن، بفيدك على كل السيستمز. حتى تشتغل لازم تكون تعرف ويب ديفلوبمنت حاليا. يعني اهم شيء تتعلمه اذا حاب تتعلم شيء جديد لازم تتعلم الويب ديفلوبمنت. عرفنا حاليا كيف نضيف ايفنت لسنر اللي هو الكليك ايفنت. بنشوف بسرعه اللي هي التاتش ايفنتس. ايش بتهمني التاتش ايفنتس؟ التاتش ايفنتس عمليه الكليك اللي هي انت كبست على الشاشه، بس احيانا بدك تكبس واليوزر بده يتحرك بشكل معين. هذا الشكل بالعاده بسموه الجستشرز. يعني انا ليش لما افتح الموبايل تاعي واعمل بنش بعمل زوم، بعمل زوم للابلكيشن تاعتي؟ هاي الفكره هي فكره الجستشرز. احنا راح نعطيكم الفكره البيسك. الاتش تي ام ال بيعطي البيسك فانكشناليتي، ما بيعطي جستشرز. من خلالها انت بتبني الجستشرز اللي بدك اياها. بيعطيك انه بلش عندي تاتش، اتحرك وانتهى. انت بتتبع على التاتش وبتعرف شو نوع الجستشر اللي بدك اياه، او بتستخدم الجستشرز اللي اخذناهم جاهزين بالتايزن اللي هم البان جستشرز والسوايب جستشرز.